They have a very good coach. They work with the team the long time. طبعا في البداية بالجميع وبيقول طبعا احنا نتوقع مباراة قوية ضد فريق عماني, الفريق اللي فاز ايضا بكأس الخليج وعلى لديهم مدرب جيد وعملوا لفترة طويلة مع بعض. And they not too much change the lineups. They play 4-4-2. They have very good preparation because in November play friendly against Germany and lose only 1-0. December, middle of December, they play also friendly games against the Syria. And also I saw the game, first game against the Iraq. It was very good game, 0-0. طبعا يلعبوا طبعا هو ما فيش تغيير اكيد في التشكيله بيكون لديهم, بيلعبوا 4-4-2. طبعا في الاستعداد في نوفمبر لعبوا ضد المانيا وخسروا فقط 1-0, ايضا في ديسمبر لعبوا ضد سوريا شاف هو مباراه ايضا العراق والتعادل, فكانوا فريق جيد. And also they didn't get every game not too many goals. I'm just if I remember the last time they get two goals against Australia, maybe February last year. طبعا هم ما بيستقبلوش اهداف كثيره, يعني حتى في اخر مباراه مع استراليا فقط استقبلوا هدفين, هذه اخر مباراه استقبلوا فيها هدفين. From us we want to be danger against the Oman. We want to maybe repeat it our performance against the Saudi, but try to score the goal because we have many chance against the Saudi team. We have a minimum 3 very nice goal chance to score, but we didn't score, but we want to try to do the best. بالنسبة لنا طبعا لازم نكون نشكل خطورة عليهم, نعيد ما عملناه أمام السعودية مع استغلال فرص المتاحة, أضعنا كثير من الأهداف محققة ولكن بنحاول نعمل أفضل ما لدينا. We have a little problem with some in the team, with some injury, with some sickness, and but still we have a good chance to put on the pitch the best lineup what we have. لدينا طبعا إصابات ومرض أشياء بسيطة, لكن ما زال لدينا يعني لاعبين نستطيع أن نعمل منهم تشكيلة جيدة. أوكي شكرا. شكرا. إذا عندك تعليق الكابتن محمد أو كابتن عمر عفوا. تفضل. إذا عندك لديك تعليق عن هذه المباراة, أهمية هذه المباراة بعد أن فقدتم 3 نقاط. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. منتخب العماني من أبرز المرشحين في البطولة. واحنا ان شاء الله ننسى مباراه السعوديه وان شاء الله ان احنا ندخل مركزين في مباراه عمان وان احنا نعمل نتيجه ايجابيه واداء طيب ان شاء الله يرضي الجماهير العمانيه ان شاء الله. طيب تفضل. محمد العماني من اليمن. الكابتن القدير ميروسلاف سكوب, بصراحه نشكرك على الاداء الذي قدمه الفريق ضد السعودية, ورغم أن هناك فارق كبير طبعا ما بين الكرة اليمنية والمنتخب اليمني والسعودي, لكن المنتخب اليمني استطاع أن يكون نقدر نقول ندا في الشوط الثاني, وكان ممكن أن يخلق فرص أو يسجل أو يخرج بأقل شيء بالتعادل. يعني المنتخب السعودي أمام المنتخب اليمني ما كانش بهذه القوة التي كنا نخشاه ونتوقعه, سجل هدف بخطأ دفاعي واضح وسجل هدف الثاني من ركلة جزاء. يعني كان ممكن للمنتخب اليمني ان يعادل او يسجل حتى هدف, فضاعت فرص يعني غريبه في المباراه. الكابتن سكوب ما الذي عمله او سيعمله في المباراه ضد عمان لتلافي هذه الاخطاء او السلبيات امام منتخب وخاصه ان الكره ما فيهاش كبير؟ شكرا جزيلا. وسؤال اخير للكابتن عمر الداهي, بصراحة أديتم علينا في المباراة كمتابعين وقليلين من الفريق والإمكان حسب المتاع, لكن بصراحة شعرنا بعض اللاعبين يلعب بروح, غابت الروح عند بعض اللاعبين
وضاعت الحماس. بعض اللاعبين كأنه يشعر ما منتخب ولا يعني يشعر انه كأداء، حتى لو كان هناك تقصير او هناك ضرب ثانيات كان بإمكان المنتخب واللاعبين يعملوا شيء اذا كان في قليل من الروح. فرسالة اخيرة، رسالة اخيرة للاعبين اللي نرجو انه الاختصار بالوقت لانه الكادر لديه مهمة تدريبية. رجاء. اوكي شكرا thank you for your support. yes thank you but شكرا لدعمك وسنادك. yes as I say before we create the many chance against Saudi and what can we do better against Oman? Just only from this chance score the goal, that's all. But I can show you something important. Everybody talk very well about the Morocco. Yes, that Morocco play very well and on the World Cup. Yes, I agreed. Yes, that Morocco was very well for me. And I can show you the statistic, Morocco-Portugal, if you want. The Morocco, for example, 240 successfully passes. Portugal, 740 passes. But Morocco, 6 goal chance, Portugal, 7 goal chance. And Morocco 1-0, Portugal 0. And if you want to see our game against Saudi, we have the same statistic. We have the same statistic. 230 successfully passes, Saudi 720. We have a 4 goal chance, Saudi have a 5 goal chance, but one big difference. We don't have striker from Chelsea, we don't have striker from Bayern München, we don't have player from Sevilla, we don't have player from other top team in the world. That is only one difference. What can I tell you to my player? I say I am happy that Omar create very nice chance before the goal. He go inside, he shoot La Marma. Maher also, very well. But this player didn't play.